بالحلقة الثالثة من Dancing with the Stars رأس النجوم، معظم المشتركين حافظوا على تألقهم وكان أدائهم مشابه للحلقة السابقة. للمرة الثانية قدرت ميرفا قاضي تجمع أعضاء لجنة التحكيم على فرد نقطة واحتلت المرتبة الأولى. أما نيكولا معوض فتميز وكان أفضل أداء له من أول البرنامج. Some couples improve each week and that is definitely you. ما في يقول إلا بكل ثقة إنه هيدا أحسن أداء لك من أول البرنامج. ميرسي. أجواء العيد تفجرت ببداية السهرة على أنغام غانغام ستايل. كيف انتقلت عدوى الرقص الليلي للكل؟ ووقت أقول الكل يعني عن جد الكل. أوبا غانغام ستايل. أبدع الرائسين المحترفين برقصة الختام. وأجواء الفرح كانت على الموعد مع كينغ اوف الضحك ميشيل أبو سليمان. أنا الليلة على أساس جاي دي جاي شفت بنت حلوة جاي قلت أنا مش معقول ما أنزل رقصة. طلع دايما بالأرض مش دايما بس عم تطلع. أنا مستحي منكم صراحة. نص للرقصة نص للدي جي العلامة وأحد دي جي وحدي جاي احتلاله المرتبة الأخيرة ما كان له تأثير على استمراره بالبرنامج بفضل الجمهور يلي أنقذه. روزاريتا طويل وجدت نفسها لأول مرة بدائرة الخطر بوجه وليد العليلي، وكان القرار النهائي بعد الجولة الثانية من تصويت الجمهور باستبعاد وليد العليلي وساندرا إليا. تجربة بتجنن وبدي تشكر كل الاكيب تبع الام تي في. الليلة 9 نجوم مستمرين بالمنافسة، مين الثنائي رح يتركنا بأول حلقة لسنة 2013؟ رأس فرح ونجوم بتحبون وعم بتشجعون بانتظاركم بعد لحظات على شاشة الام تي في. المنافسة عم تزيد والتحدي عم يكبر، كيف رح تكون السهرة الرابعة من برنامج الرقص الأول بالعالم؟ تابعوا Dancing with the Stars رقص النجوم. مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بالحلقه الرابعه من Dancing with the Stars رأس النجوم. في بدايه هالحلقه بحب اعيد مشاهدينا من الطائفه الارمنيه الكريمه يلي عم يحتفلوا الليله بالميلاد المجيد. ينعاد عليكم ومساء الخير لاحلى قمر حدي كارلا. مساء النور وسام. بدي احيي كمان لجنه التحكيم اللي عم بترافق النجوم بمشوار Dancing with the Stars وتعطيهم كل النصايح اللي هن بحاجة لها. مساء الخير أور ليدي ميرا سماحة. مساء الخير مازن كيوان. مساء الخير. ومساء النور ربيع نحاس. مشاهدينا مثل ما ملاحظين الحكم دارين بنت مش موجود معنا الليلة. دارين اضطر يتغيب عن Dancing with the Stars لهالأسبوع بسبب ارتباطات سابقة. منوجه له تحية كبيرة مطرح ما هو، بس أنا بدي أطمن النجوم أنه ما رح نتركهم الليلة بدون حكم رابع. صحيح وسام، الليلة واستثنائياً بشرفنا نستقبل كحكم بDancing with the Stars راقص ومعلم رقص صاحب فلسفة خاصة بتقول أنه الرقص ممكن يغير الحياة، لمع اسمه عالمياً وصفته لنيويورك تايمز بDancer and Teacher Extraordinaire، حاصل على أستير أورد لأفضل رقص، عضو بجامعة School of American Ballet، عضو أيضاً بألفن إيلي American Dance Center وعضو بجوليارد سكول، وحاصل على Ellis Island Medal of Honor.
إذا بدنا نكمل تعداد إنجازاته ما بنخلص. خلونا بهالتقرير نتعرف نحن وياكم على ضيفنا بيير ديولين. Unfortunately, I won't be on show four. I had a prior commitment on the very first episode of the Thailand version of Dancing with the Stars. I'm going to really miss the show, of course, but I'll be watching it live from Thailand because, of course, I'll be just as nervous as everybody else to see who goes home next week. But I'll be back for show five, and we have a really, really experienced judge to take my place while I'm away. أنا والله خلقت بيافا بفلسطين، أبوي كان من إيرلندا، أمي فلسطينية. سكننا بالعمان لما كنت 13 سنة، تركنا عمان جينا على بيروت 6 أشهر، بعدين رحنا على إنجلترا، وهلا أنا ساكن بأمريكا بنيويورك. لما كنت بإنجلترا في واحدة صاحبتي من المدرسة قالت لي في مدرسة الرايسون تعا معي. أول درس أنا خدت مع هذه المعلمة شيتي قالت لي نعمل الوولز الفالس 1 2 شو هذا 1 2 ما بعرف. لما بديت ما كنت منيح، كنت بسح كتير بلشت الرأس وغير كل إشي. رحت على أمريكا، كانت هذه الدانس بارتنر معي إيفون مارسو، عملنا بارتنرشيب ودرسنا مع واحد من إنجلترا. أول جوائز كانت ب 67 لما كنت 23 سنة بالرويال ألبرت هول، هذا كان the duel of the giants. نحن كنا champions 4 مرات ببلاكبول بشو دانسينج، عملنا كتير شغل وكنا مشهورين. أنا كنت خبير بالليفتس عشان بارتنر شيتي هي أجت من الورلد أوف باليه، وحطينا الباليه مع البولروم مع بعض، وعشان هيك كسبنا نجحنا بالعالم. نيويورك كان كتير منيح لي، بس لازم أقول لك إشي، قلبي هون، أنا قلبي بالميدل إيست. Mr. Delane here is running your detention and you will do whatever Mr. Delane says. Take the lead بأنتونيو بانديراس، فيلم من العيشة شيتي من مع الأطفال، The Way بعلم الأطفال. The Delane method هو the way I work with children. عشان أنا بحب الأطفال كتير. أنا مش متجوز، ما عنديش أولاد، بحب الأولاد كتير. هاللويا! مع Dancing with the Stars لما بدوا بأمريكا أنا كنت consultant معهم. أنا حبيت كتير أنا هون عشان بس حلقة واحدة معليش منيح أنا مبسوط. بعرف إنه هن مش professionals، أنا بدي بس يضحكوا شوي، لازم ينسوا الإجري هون شوي وبعدين just perform. I am very excited to see the Lebanese stars dancing on Dancing with the Stars. I really really am. So yeah, it's great. It's fantastic. Ladies and gentlemen, Pierre Delane. مستر دولين مساء الخير. نحن فخورين جدا بوجودك معنا الليلة. شكرا. وأهلا وسهلا فيك بلبنان. شكرا. مستر دولين، شو بتحب تقلنا ببداية هالسهرة؟ والله أنا كتير مبسوط، قلت لكم بالفيلم هناك أنا أول مرة على Dancing with the Stars، بس أكثر إشي مبسوط عشان بلبنان، عشان هيك قلبي والله قلبي هون. شكرا مستر دولين.
شكرا. كمان مرة منوجه تحية لدارن يلي رح يرجع معنا الأسبوع الجاي مثل ما ذكر بالتقرير. هو موجود هلأ بتايلند بمناسبة إطلاق Dancing with the Stars تايلند. نتمنى لدانسينج with the Stars تايلند يلاقي النجاح نفسه يلي عم يلاقيه بلبنان وبالعالم العربي.